أرواح في المدينة، تجربة مهمة للبحث في جوانب الشخصية المصرية ورصد مراحل تطور المجتمع المصري. الفعالية الأخيرة لهذا المشروع كانت بعنوان البحث عن الشخصية المصرية في الصعيد. ليلة جميلة وسهرة ثقافية في حب الصعيد والبحث عن الشخصية المصرية في صعيد مصر، وده كان موضوع فعالية جديدة لسلسلة أرواح في المدينة بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية. والفعالية كانت تحت عنوان مرة واحد صعيدي، واللي مش مقصود بها النكتة ولكن الحديث عن التراث والشخصيات وكل ما هو جميل في الصعيد. مرة واحد صعيدي بتستخدم دائما في سياق النكتة، انك تنكت على الصعيدة. انا استخدمتها في سياق تكريم الصعيدة، لانه الصعيد خرج منه اعظم قامات مصر. مرة واحد صعيدي اسمه طه حسين، مرة واحد صعيدي اسمه جمال عبد الناصر، مرة واحد صعيدي اسمه جورج سيدهم ممثل عظيم، مرة واحد صعيدي اسمه عاطف الطيب من سوهاج، مرة ست صعيدية اسمها حكمة أبو زيد كانت أول وزيرة تضامن في مصر، أول وزيرة عموما في مصر، يعني كان اسمها شؤون اجتماعية ساعتها. يعني أنا عايز أقول إنه فكرة الثراء اللي موجود في الشخصية المصرية مستقى من تضافر كل العوامل في الشخصية المصرية. أنا عادة باجي أقدم الاحتفالية ودايما بعلق في الآخر إنه هيعرض لحاجات أغلبها محدش يعرف عنه حاجة، وكتاب مرجعي هام جدا عامله مؤلف أجنبي. أغلب اللي بيتكلموا عن الصعيد لما يشوفوا المرجع ده بيتعلموا منه حاجات كتير هم ما خدوش بالهم. إيه السبب؟ إنه هذا المدقق المؤلف تجول بنفسه وشاهد ورصد واستخلص واستنبط وصنف وعمل كتاب. الفعالية عرضت صورة لطفل صعيدي اسمه فوزي، وتصورت ليه الصورة دي سنة 1979 وانتشرت عالمياً وليها قصة، تعالوا نعرفها. فوزي كان طفل اختير من منظمة عالمية في سنة 79 ليمثل الطفل المصري. يعني عملوا سلسلة كتب اسمها الطفل في العالم كله بكل لغات العالم، فدوروا وسط الأطفال لغاية ما لقوا فوزي ده في محافظة إنا، وعاشوا مع حياته في بيته وفي أسرته عشان يدركوا ما هي طبيعة الطفل المصري، فاختاروا طفل من الصعيد مش من أي مكان تاني. الفعالية تضمنت الحديث عن أهم الشخصيات البارزة في المجتمع المصري واللي ليها أصول صعيدية، زي الخال عبد الرحمن الأبنودي الشاعر الصعيدي اللي قصائده عن الصعيد كانت موجودة من خلال بنته آية الأبنودي اللي ألقت عدد من القصائد. وتناولت الفعالية كمان الحديث عن الجوانب الخفية حول السيرة الهلالية وعلاقتها بشخصية الصعيد. أكيد مبسوطة إنه الخال عبد الرحمن الأبنودي حتى في غير ذكرى ميلاده ووفاته بيتم تكريمه والناس بتفتكره، وأنا موجودة النهاردة عشان أنا دايماً بحب إنه لما يكون الخال موجود أكيد أنا أبقى موجودة، وهو يعني روحه بتبقى حاضرة لما محبيه بيبقوا موجودين في المكان، وخصوصاً لو كمان الموضوع عن الصعيد فأكيد دي حاجة تسعدني جدا. يمكن الزوايا المتعددة اللي ممكن نتكلم عنها فيما يتعلق بالصعيد، سواء كانت السيرة الهلالية أو الكلام عن شخصيات تكونت في الصعيد وأشاعت النور، نور المعرفة والعلم والفن من قلب الصعيد على امتداده من أول بني سويف نقول أو الجيزة حتى أسوان وما بعد أسوان. هيرموبلس أو مدينة الحكمة المصرية القديمة، دي تجربة ملهمة نفذتها إحدى السيدات وأحيتها في عروس الصعيد في محافظة المنيا، واللي كانت قصتها ضمن الفعالية، واللي كانت بتحكي عن ما تبقى من التراث المصري القديم في الحياة اليومية لأهل الصعيد.
بيتكلم عن السخرة وعن الظلم اللي وقع على الصعيدة وعلى فلاح الصعيد. الفعالية كان فيها حضور جماهير كبير جدا سواء من داخل أو خارج الصعيد، والحقيقة الناس كانت مبسوطة بالموضوع والحديث عن الشخصية الصعيدية. النهاردة طبعا بصفة شخصية بحب دايما الكلام عن الصعيد وعن الشخصيات بتاعت الصعيد بما فيها من حاجات مشرفة ونماذج يعني فعلا كلنا بنحبها. هو الحقيقة ندوات أستاذ محمود التميمي دايما بتبقى مميزة، واختيار العنوان نفسه كان حاجة تشد جدا يعني، والصعيد وأهل الصعيد يستحقوا بشخصياتهم المؤثرة على مدار التاريخ كله إن احنا نتكلم عنهم، وكمان بالطريقة الشيقة اللي بيتكلم بيها أستاذ محمود التميمي. الفعالية أثبتت إن مقولة مرة واحد صعيدي مش مجرد نكتة بتتقال، لكن جواها شخصية وتراث وأصالة وعظمة الصعايدة، أصحاب الكرم والأخلاق والمناصب العالية السياسية والثقافية والفنية والأدبية. فتحية واجبة لصعيد مصر. محمود جميل، صباح الخير يا مصر. مرة واحد صعيدي اسمه جمال عبد الناصر، مرة واحد صعيدي اسمه طه حسين، مرة واحد صعيدي اسمه عبد الرحمن الأبنودي، مرة واحد صعيدي اسمه جورج سيدهم. زي ما شفنا في التقرير تحية وألف تحية زي ما قال زميلنا محمود جميل في نهاية التقرير لصعيد مصر اللي قدم قامات كبيرة جدا في كل المجالات. احنا بنتكلم على الفن والكتابة والرواية والشعر والمسرح، إبداعات كتيرة جدا متنوعة من صعيد مصر. كانوا بيقولوا دايما كده مقولة إننا كلما اتجهنا جنوبا كلما زاد الإبداع تألقا، فالمبدعين في جنوب مصر قدموا لمصر والمجتمع المصري نماذج مشرفة احنا عايشين على تراثها حتى هذه اللحظة. تحية للقائمين على هذه التجربة، أرواح في المدينة اللي اسمها كلفت جدا، مرة واحد صعيدي.